بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تهنئه الى اخيه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه وذلك بمناسبه الاحتفال بذكرى ثوره يوليو المجيده ضمنها سموه خالصه تهنيه وتمنياته له بموفور الصحه والسعاده وللشعب المصري الشقيق المزيد من التقدم والتطور مشيدا سموه بالعلاقات الاخويه التاريخيه التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في كافه المجالات